من جمعة لهلأ اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي صور لسياسيين وفنانين مغطين وجهن بإيدهم مع هاشتاج نظف سمعتنا سيف أور فيس. وزير البيئة فادي جريساطي أول من أطلق الهاشتاج اللي تبين أنه حملة وطنية لوزارة البيئة لتنظيف الشواطئ اللبنانية والبحر لعمق 25 متر. بقبرص مثلاً بيعرفوا كتير منيح شو منشرب، وجزر اليونان بيعرفوا شو منأكل، والتليان بيوصلن كل شي منستهل. الحملة رح تكون الأحد بتسعة حزيران على طول الساحل اللبناني من العريضة بالشمال للنقورة بالجنوب. مطلعين على وضع البحر شددوا للنشرة على أهمية خطوة الوزارة وعلى أهمية أنه يحطوا الإيد على أسباب تلوث الشاطئ. المنسق العام بحملة الأزرق الكبير نزيه الرئيس كشف للنشرة أنه الأنهر اللبنانية كلها بتصب البحر ما عدا نهر العاصي، وعم ينكب الأنهار زبالة وكله بينزل بالبحر، وكمان المطامر والمكبات على الساحل اللبناني إلى دور كبير بتلويث البحر والشط. لقونا نهار الأحد 9 حزيران بأكبر حملة وطنية لتنظيف الشواطئ اللبنانية من الشمال للجنوب. دعوات كبيرة وجهت للشعب والجمعيات للمشاركة بحملة نظف سمعتنا، فهل رح تكون نقطة بداية لحملات حماية البيئة بلبنان؟ ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على